يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في درس سابق أن من كرامة آدم عليه الصلاة والسلام أن الله خلقه بيده، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: والسماء بنيناها بأيد، ويقول بأيد، يا أخي بأيد يعني بقوة، أيد ما قال بيدي، بأيد بأيد، والأيد هو القوة، وأيدهم بروح منه، فمعنى بنيناها بأيد هذا ليست من آيات الصفات، بأيد يعني بقوة. نعم. وكذلك قوله سبحانه: ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أيدينا ما قال بيدي، وهذا يشمل الملائكة، ويشمل نعم يشمل الملائكة، الملائكة تباشر الخلق بإذن الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أما آدم قال لما خلقت بيدي، بيدي مثنى، فهذا خاص بآدم عليه السلام، وجاء في الأثر أن الله خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، هذه خاصة بالثلاث فقط. نعم. قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، مثل قوله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، ما قال ذا الأيدي بالياء، ذا الأيد وهو القوة. يا أخوان، الإنسان ما يعتمد على فهمه، إذا أشكل عليه شيء يراجع كتب التفسير أول قبل يسأل، يراجع كتب التفسير يجد الجواب فيها، ما يعتمد على فهمه ويعترض وهو ما يدري. نعم.